ايه ده؟ الفيزياء ايه؟ بتهزر؟ احنا دلوقتي كنا بنصور فيديو من امتى شويه، وابويا عارف ان احنا بنصور وكل حاجه تمام، لكن كنا بنصور عن الحمام، لكن اللي هو ما عرفوش ان الفيسبوك بتاعه هتتسرق. ازاي هتتسرق؟ لان كان لازما اعمل على المفاتيح بتاعه للاسف. معلش يا حاج بقى، احنا بنتكلم معانا نسخه من المفاتيح بتاع الفيسبوك، وهناخدها دلوقتي ونفتح الفيسبوك ونركنها ونكلمه نقول له الفيسبوك فين يا حاج. وسبحان الله بقى، الله سامحنا يا رب، بس هو هيخرج عن شعور وهيسب وهيلعن وهيضرب. هتشوفوا الاستفزاز وكميه البغاده اللي انا هبقى فيه. هنركنها من غير ما ندورها طبعا، وهنقوم ركننها هنا وراه، وبعد كده هنعمل حاله ادهاش لما نقول له ايه ده، ده مين اللي ركنها هنا دي، وبعد كده اقول له ايه ده، انا ممكن اكون انا ركنتها ونسيت، اصل انا بنسى كتير. تعال ادي هقوم واخدها كده اهو، وركب يا عبدو. اوعى بس 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 خلاص، هنا نركنها هنا اهو، وبعد كده ايه يابا؟ انزل بسرعه امان عليه. ماشي، انزل بس امان عليك بسرعه. ماشي، قول لي. انزل بس امان عليه. كل في نازل اهو. ماشي يلا. اي بص هيلعننا ويسيبنا، هيطلع يقعد، ده شفت سبب من يلا دلوقتي هينزل حالا اهو، هيقعد يشتم ويرعب. مش عايز ضحك، مش عايز ضحك امان عليك. ده بص هيسيبه ويرعب. ما تقعدوش جنب عمر بقى، نزل اهو. مش عايز ضحك، اوعوا اعملوا اكنكم بتدوروا على الفيس. هو معتصم معاه مفتاح الفيس بقى. هي فين الفيس؟ انا راكنها حالا اهو هنا اهو. راكن الفيس بقى حالا اهو هنا اهو. ما تعرفش هي فين؟ ما الفيس بقى يا عم؟ ايه ده؟ الفيس بقى ايه؟ انت بتهزر؟ عشان الناس خلاص اعمل ايه لما انت مزعلان؟ يعني زعلان منه وقرفان، عايز اموته. انا عايز اموت منه خلاص. انا عايز اموت اشيله من القلم. يا مصر انا فكرت في المشكله. شلتها انت مش لاقي الا اني. ده انا كنت عايز اخبيها بعيد، بس هو قال لي برضه اخبيها بعيد. احنا ايه ده كده؟ ما بيصورش ولا ما بيصورش ازاي يا عم؟ كل ده ما بيصورش. ايوه انا بكرهني. خد يا يوسف. خلاص يا عم ما تزعلش، هتقول لي الناس بقى، هتقول لي الناس ايه؟ اقول لها الحمامه ما طيرهاش، الفيسبوك خدها وخباها مني، يبقى ما حدش يقف جنبه ولا يساعده ولا يقف في الجزء. الفيسبوك بتاعك يا حاج سليم؟ سليمه مسلمه. معلم الفيسبوك بتاعك مش مقتنع ده، بتبقى في مكان تاني ومع واحد تاني، ويجي الناس الو ده فيسبوك يا اصل معروف اللون الوحيد اللي في الدنيا هو. يلا يا عم يا خدمه، عايز حاجه تاني؟ صورنا يا ابني. الاداه اللي بستخدمها في الكلمات المفتاحيه وتحسين ذوق فيديوهاتي في محركات البحث هي فيد اي كيو، وكمان الاداه ليها تطبيق تقدر تحمله وتستخدمها، رابط الاداه في الوصف. سلام. بص على الطاوله، الخيط نازل في الارض. يوسف ياسين ليه متعرفش بقى مره واحده؟ سلام. يلا سيب. يا نهار ابيض، ما تشبك كله والخيط سيبناه هتقع. يا نهار ابيض، شوف الطاوله بتعمل ايه.